السلام عليكم خواساتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى أن نلقاكم بألف خير إن شاء الله يا رب. كيف ما كتعرفوا أن نحن الأمهات اللي كندوزوا مع وليداتنا وقت أكثر من الآباء، لأنهم بحكم العمل ديالهم ما عندهمش الوقت وحتى الصبر، وحنا اللي كنعلموهم مبادئ الحياة، وحنا اللي كنقولوا لهم أشنو يعملوا وأشنو اللي ما يعملوش، وكنحرصوا أنهم يكونوا الأفضل في كل شيء. لذلك كتكون المهمة شوية صعيبة. اليوم بغيت نتكلم معكم على واحد العادة خطيرة كيقوموا بها بعض الأمهات، كيظنوا أنهم كيساعدوا بها وليداتهم ولكن هما غير كيضروهم. ملي كيكسبوا لهم في بلاصهم أو لا كيعطيوهم الحلول ديال التمارين باش في الغد الأستاذ يقول لهم برافو عليك حضرتي الواجبات ديالك. فالصحيح خواتاتي هو أننا نحاول نشرحوا لهم بطريقة ما يكونش فيها العنف، لأن الطفل إلا تعنف كيفقد التركيز، وخا يكون التمرين بسيط ما يعرفش الجواب ديالو، وإلا ما فهمش نخليوه يمشي للمدرسة بلا ما ينجز هاد التمارين باش الأستاذ أو الأستاذة يعرف المشكل ديالو ويشرح ليه، وما تكونش عنده الفكرة ديال أن التلميذ فاهم وهو ما فاهم والو. وكاين حاجة أخرى، ما نعودوش وليداتنا أننا نجلسوا معاهم وقت إنجاز التمارين، لأن الطفل إلى ولف وجود الأم ديالو حداه فبمجرد أنها تقوم كيمشي ليه التركيز. نوجهوهم ونخليوهم يعتمدوا على نفوسهم كيف ما نعلموهم يتاخذوا جميع قراراتهم، سواء في اختيار الملابس أو الهوايات أو حتى التوجهات المستقبلية، باش يكونوا أشخاص منتجين ماشي مستهلكين. خاصنا نعلموهم أن المشاركة في أعمال البيت ماشي عيب، سواء كانوا ذكر أو أنثى، وأنهم هما المسؤولين على ترتيب الأغراض أو الغرفة ديالهم، ونشكرهم على العمل اللي قاموا به، ونحسوهم باللي هما أشخاص مهمين والعمل اللي قاموا به حتى هو مهم. ما فيها بس نعلموهم بعض الوصفات على حساب السن ديالهم، لأن واحد النهار غادي يفارقونا باش يمشيوا يدرسوا أو يعملوا بعيد علينا وما يكونوا يعرفوا ما يديروا. وأخيرا ما نسوش نعلموهم يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم. أخواتي، كنتمنى من الله يصلح لكم الدرية ديالكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، ويقدركم على تأدية الرسالة ديالكم، وكل يوم وأنتن إلى الله أقرب. والسلام عليكم.